التاريخ بداية عام 1912، انفصلت قطعة جليدية عملاقة عن نهر جليدي في جنوب غرب غرينلاند. كان الجليد مكونا من ثلوج تساقطت قبل حوالي مليون سنة من الحدث، أي في العصر الذي جاب فيه الماموث الأرض. بدأ الجبل الجليدي رحلته، كان ضخما بطول تجاوز 500 متر وبلغ وزنه حوالي 75 مليون طن. كانت قطعة الجليد هذه مسالمة وفي حالها، ظلت بعيدة عن السفن ومسارات النقل المزدحمة. لم تكن هناك مسارات كثيرة في مكان ولادة الجبل الجليدي. وبعد ذلك طاف الجبل بطريقة ما إلى الجنوب قاطعا مسافة أكبر بكثير من الجبال الأخرى. كان هذا الجبل الجليدي محظوظا، فقد ذابت الجبال الأخرى قبل وصولها إلى خطوط العرض هذه بوقت طويل. ومن بين 15,000 إلى 30,000 من الجبال الجليدية المنجرفة بعيدا عن الأنهار الجليدية في غرينلاند، لا يصل إلى المحيط الأطلسي سوى 1% فقط. لهذا السبب من المبهر للغاية أنه في شهر أبريل كان الجبل الجليدي الرحالة قد ابتعد مسافة تجاوزت 2400 كيلومتر من الدائرة القطبية الشمالية. حتى بعد ذوبانها في الماء لأشهر عديدة، كانت هذه الكتلة الجليدية لا تزال تزن 1.5 طن، وهذا تقريبا ضعف وزن جسر البوابة الذهبية. كان الجزء العلوي من الجبل الجليدي بارزا من سطح المحيط لارتفاع يزيد على 30 مترا، ومع ذلك لو رأيته يعوم بجوار باخرتك سيبدو مسالما لك، لكن للوهلة الأولى فقط سيبدو مثل قطعة صغيرة من كتلة جليدية ضخمة. الجزء الأكبر من أي جبل جليدي مخفي تحت سطح الماء، لا يمكن رؤية سوى العشر فقط فوق الماء. والجبل الجليدي الذي نتحدث عنه لم يكن حالة استثنائية. قبل عدة أيام من وصول هذا الجبل الجليدي إلى المحيط الأطلسي، غادرت سفينة ضخمة الميناء. كانت باخرة فاخرة تحمل أكثر من 3000 راكب وموظف، وفي عصرها كانت أكبر سفينة بنيت في التاريخ. هذه الباخرة هي التايتانيك الشهيرة، والتي اعتبرت غير قابلة للغرق. في بداية هذه الرحلة كادت أن تصطدم بالباخرة نيويورك، لكن من حسن الحظ تمكنت التايتانيك من تجنب الاصطدام بفارق بضعة أقدام فقط. تنفس الركاب المتجمعون على سطح سفينة الصعداء، لم يعرفوا ما كان ينتظرهم في المحيط. في هذه الأثناء كان الجبل الجليدي يقترب من المنطقة التي ستعبرها التايتانيك في طريقها إلى نيويورك. وقع الحادث في 14 من أبريل، عندما كانت السفينة في شمال المحيط الأطلسي على بعد 600 كيلومتر من نيوفاوندلاند. في حوالي الساعة 11 مساء سقط ركاب التايتانيك الذين كانوا لا يزالون مستيقظين بعد أن دفعتهم قوة هائلة غامضة. أما الركاب النائمون فقد قفزوا من أسرتهم إلى الأرض. صرخ الركاب وأفراد الطاقم في ذعر وحيرة. قبل دقائق من الحادث ظهر جبل جليدي أمام السفينة مباشرة، وهو الجبل الجليدي المتجول الذي تحدثت عنه. لماذا لم يلاحظه أفراد الطاقم في وقت مبكر؟ هناك عدة أسباب لذلك وسأشاركها معك بعد قليل. على العموم، حالما اصطدمت الباخرة بالقطعة الجليدية الضخمة كان مصيرها الهلاك. عجز الطاقم عن تحويل مسار السفينة، لذا تصدعت 5 من مقصورات السفينة على الأقل، وبدأت تمتلئ بالماء بسرعة تنذر بالخطر. لم تكن مقصورات السفينة معزولة من الأعلى، لذا انسكبت المياه داخلها وبدأت تغمر كل مقصورة واحدة تلو الأخرى. بدأت مقدمة السفينة في الغرق، مما تسبب في رفع مؤخرتها عموديا في الهواء. وبعد ذلك بصرير يصم الآذان انشطرت الباخرة إلى نصفين ولقيت حتفها. لكن قلة من الناس يعرفون ما حدث للجبل الجليدي بعد أن اصطدمت السفينة به. تعيدنا هذه النقطة إلى السؤال عن سبب عدم رؤية أي أحد للجبل الجليدي العائم قبل فوات الأوان، لنتتبع أحداث ذلك اليوم المشؤوم. في حوالي الساعة 6 مساء قرر القبطان سميث أخيرا تغيير مسار التايتانيك بعد أن تلقى تحذيرات من الجبل الجليدي طوال اليوم. بدأت التايتانيك في التوجه ناحية الجنوب، لكن السرعة ظلت كما هي،
وفي الساعة 10:45 أبلغت سفينة أخرى التايتانيك عن حقل جليدي كبير مليء بجبال جليدية. من سوء الحظ أن هذه الرسالة لم تصل إلى مقصورة قيادة السفينة. بحلول تمام 11:00 أرسلت باخرة أخرى رسالة للتايتانيك. ذكرت الرسالة أن الجليد أحاط بسفينة مما دفعها للتوقف. قوبلت هذه الرسالة بالتجاهل أيضا. في ذلك الوقت كان معظم ركاب سفينة الفاخرة في غرفهم. في 11:05 لاحظ البحارة على عش غراب التايتانيك الجبل الجليدي. قرعوا الجرس 3 مرات مما يعني وجود شيء أمام السفينة. ثم اتصلوا بمقصورة القيادة. عكست المحركات وأغلقت أبواب المقصورات التي يفترض بها منع تسرب الماء. بعد 5 دقائق فقط اصطدم جانب الباخرة الضخمة بالجبل الجليدي. بدأت غرفة البريد تمتلئ بالماء. وفي وقت قصير وردت تقارير أخرى لم تكن مبشرة بالخير، فقد غمرت المياه 5 مقصورات أخرى على الأقل. وأصبح من الواضح أن التايتانيك ستغرق بعد بضع ساعات. كانت الليلة هادئة للغاية، بلا ضوء قمر ولا رياح ولا أمواج. ولأن الأمواج لم تتكسر على الجبل الجليدي صعبت رؤية هذا العملاق. لكن هناك نظرية أخرى تقول إن ما أغرق التايتانيك كان برجا أسود. لو طلبت منك رسم جبل جليدي فسترسم على الأرجح كتلة جليدية بيضاء شاهقة مغطاة بالثلج، لكن أي شخص زار القارة القطبية الجنوبية يعرف أن الجبال الجليدية تأتي بألوان مختلفة، قد تكون متعددة الألوان أو منقوشة أو مخططة مثل الحلوى، كما قد تكون سوداء اللون. ثمة طريقتان لتشكل قطعة جليدية بهذا اللون الغريب. أولا، قد يكون الجليد نقيا للغاية بدون أي فقاعات هواء أو تصدعات، وفي هذه الحالة لا يوجد أي شيء يشتت الضوء. سيمتص الجبل الجليدي كل الضوء ويبدو أسود اللون. أو قد يغطي بركان ثائر نهرا جليديا برماد بركاني، وهكذا سيصبح الجليد المنقسم من هذا النهر الجليدي داكن اللون أيضا. لا يعرف العلماء السبب الحقيقي وراء لون جبل التايتانيك الجليدي الداكن، أو إن كان قد ظهر بلون غامق من الأساس، لكن أحد البحارة الذين كانوا في عش الغراب شهد أن الجليد كان أسود اللون، في حين قال بحارة آخر إنه كان بلون رمادي أو رمادي غامق. لا يوجد أي شيء مثير أو غامض حول ما يسمى بالجبل الجليدي الأسود، فهو مجرد جبل جليدي انقلب بعد ذوبان جزئه العلوي مما غير توزيع وزنه. إن كان جزءه السفلي مصقولا بما يكفي لامتصاص الضوء فإنه يبدو غامقا. إلى جانب ذلك لا يتعرض هذا الجبل في العادة للهواء لفترة كافية لتراكم الصقيع الأبيض. لكن لنفترض أن هذه النظرية خاطئة ولم يكن الجبل الجليدي أسود اللون. حتى مع ذلك فالسبب الوحيد لرؤية الأشياء انعكاس الضوء منها، وكلما قل الضوء قل احتمال رؤيتك للشيء. يعكس سطح المحيط ضوء القمر والنجوم دائما، لكن بالنسبة للجبل الجليدي غير منتظم الشكل وشبه العمودي ففرص قيامه بذلك أقل. لهذا السبب سيبدو أسود اللون تقريبا مقابل سطح الماء اللامع، وفي الليل يصعب رصد الجبال الجليدية بدون أجهزة رادار. على أي حال لم يلاحظ جبل التايتانيك الجليدي في الوقت المناسب، واصطدمت السفينة به وغرقت. هل هذه نهاية القصة؟ كلا على ما يبدو. في 15 أبريل كانت السفينة الألمانية SS برينز أدلبرت تبحر عبر شمال المحيط الأطلسي. كانت تبحر على بعد كيلومترات قليلة من المكان الذي غرقت فيه التايتانيك قبل عدة ساعات. قبطان السفينة الألمانية الذي لم يكن يعلم بعد بالكارثة رأى جبلا جليديا. لفت انتباهه خط كبير من طلاء أحمر على طول قاعدة الجبل الجليدي. التقط الرجل المنبهر صورة لاكتشافه. اعتقد أن الطلاء يعني اصطدام سفينة بالجبل الجليدي خلال 12 ساعة الماضية. الشخص التالي الذي رأى القطعة الجليدية المشؤومة والتقط صورتها كان قبطان السفينة المستخدمة في مد أسلاك اتصالات في أعماق البحر. أرسلت السفينة للمساعدة في منطقة غرق التايتانيك. ادعى القبطان لاحقا أن الجبل الجليدي الذي رآه كان الوحيد في تلك المنطقة. إلى جانب الطلاء الأحمر لم يكن من الصعب ربط النقاط. في عام 2015
بيعت إحدى هذه الصور في مزاد بأكثر من 32 ألف دولار، لكن مع ذلك لا يزال الخبراء غير متأكدين مما إن كانت هذه الصورة تعود بالفعل لتلك الكتلة الجليدية المشؤومة. قد يكون مجرد جبل جليدي بريء آخر كان يطفو بالقرب من مكان الحادث في ذلك الوقت.